دوما يتجدد اللقاء مع حضراتكم بكل الخير وبكل الرضا. الحقيقة بين السطور معني تماما بالتثبيت طول الوقت أعمدة الدولة المصرية، ولو كان عمود الخيمة الأساسي مرارا وتكرارا تحدثنا عنه هو المؤسسة العسكرية، سواء المؤسسة العسكرية الأم يعني الجيش أو المؤسسة الأمنية الأمن الداخلي يعني الشرطة، فعنينا لازم طول الوقت تبقى عارفة كمان إن هوية البلد دي مستمدة من الأزهر الشريف، وهذه الهوية طوال الوقت كنا بنأكد على إن لو مكة هي أرض تنزيل الرسالة فمصر بأزهرها هي أرض هوية صحيح الدين، ولأن المسألة طالها ما طال الجميع، لأن ده كان جزء أساسي من اللي البعض ما زال بيقول عليها المؤامرة الكبرى، محاولة هدم الدول بدأت طوال الوقت باللعب على ورقة الأديان كل الدين، يعني التفتيت بدأ لكل الدين حتى الدين اليهودي نفسه، ثم الديانة المسيحية ثم الديانة الإسلامية، وكل ديانة خدت ملمح وعليه الأزهر وكل المؤسسات المعنية بأمور الدين طالها ما طال باقي مؤسسات الدولة المصرية وباقي ما طال مؤسسات الدين الإسلامي ليس في مصر وإنما في العالم، لأن المسألة هي جزء من أجندة عالمية معنية. طيب لما رأس الدولة المصرية، عقل الدولة المصرية المكلف طوال الوقت بيوجه خطابه لأهمية الثورة الدينية والعودة لصحيح الدين وتجديد الخطاب الديني ومخاطبة شيخ الأزهر طوال الوقت باعتباره هو المسؤول الأساسي عن هذه المؤسسة، واحنا بناخد حضراتكم معانا بالكاميرا بتاعتنا علشان نعرف دور الأزهر وبيشتغل على يعني تصحيح مساره، على إسقاط ما علق به كما علق بباقي المؤسسات. أعتقد إن احنا شكلنا مفاجأة، مهما قلنا هي مفاجأة مهمة، هي مفاجأة ثقيلة لما رحنا للمرصد وعرفنا إن في شغل حقيقي بيتم وفي محاولة لاستحداث طبقة جديدة من العاملين داخل المؤسسة داخل الأزهر من الشباب الصغير اللي بيتحدث لغات واللي قادر على التعامل مع الفكر الجديد، لأنه باللغات اللي بيعرفها قدر يصل إلى حجم التهديدات الحقيقي على الدين قبل ما يكون على مصر وعلى المصريين. لكن تصحيح المسار ما بيجيش بتراك واحد ولا بمسار واحد، والمسارات متعددة، اللي نقلناه لحضراتكم من المرصد موجود وهنحاول ننقل لكم جزء آخر في الفتوى، لأن الأول مرة بيبقى فيه قائمين على عملية الفتوى من الفتيات والنساء وهنشتغل على ده مع حضراتكم. لكن هل الصورة هي كده فقط ولا الصورة علق بها ما علق؟ خلونا نكون واضحين لأن اللحظة لم تعد تحتمل الكثير. شيخ الأزهر بما للأزهر من استقلالية، لأن البعض من حضراتكم بعد الحلقتين بتوعنا بتوع الأزهر تساءل استقلالية الأزهر، هذه الاستقلالية هي شيء لازم نحافظ عليه، لكن احنا بنطالب الإمام الأكبر بما له من صلاحيات داخل المؤسسة أن يستنهض الهمم الصغيرة الشابة القادرة على استعادة صحيح الدين. ده معناه أن التصحيح هو تصحيح داخلي وليس تصحيح خارجي. لما بنقف على الصورة فنشوف فيها الأزهر بمؤسساته، طب هل الأزهر هو واجهة الإسلام فقط أم لدينا الجمعية الشرعية و و و و وكل الحاجات اللي خرجت علينا من أواخر الثمانينات، من أول المال النفطي مقرر أنه يكون دون وعي منه أداة يعني فك الدول مبكرا وبنفس طويل، لأن الشغل بدأ من زمان جدا. في المقابل هل المسألة بتنتهي عند هذا الحد ولا المسألة بتاخدنا لما هو أبعد؟ الحقيقة أنها بتاخدنا لما هو أبعد، لأن حتى الطبقة المدنية المعنية بالشأن الديني قررت عبر وجوه محددة لم تكن من الدارسين أو المتخصصين إنها تقدم نفسها وكأنها هي لديها صحيح الدين. وأنا هنا على مسؤوليتي الشخصية بحذر، لأن الفتنة هكذا ترتدي عدم التخصص. الأزهر يجب الحفاظ عليه، والأزهر ليس أشخاص والأزهر ليس أسماء، الأزهر هو مؤسسة عريقة عمرها أكتر من 1000 سنة. الأزهر يصحح مساره، هيستغرق بعض الوقت،
هندفع دفعا حقيقيا حتى يصحح مساره في أقل فترة زمنية ممكنة لصالح الدين ولصالح الأزهر ولصالح المصريين، بس كمان عينينا هتبقى واخدة بالها كويس قوي إن رموز الفتنة في الدين بتطلع عليكم في البرامج اللي أحيانا بتحبوها علشان تقول كلام يبدو كلام كويس قوي لكنه كلام الفتنة، لأنهم ليسوا أهل اختصاص ولا يجوز أن يعتلوا المنابر والمناصب والشاشات عشان يحدثونا بهذه اللغة عن أمور ديننا وكأنهم هم العالمين به. طيب إيه دليلي على اللي احنا بنتكلم عليه؟ خلونا نقول إن احنا كلنا استفقنا على إعفاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للدكتور أحمد حسني اللي كان قائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر من منصبه. الإعفاء ده جه بعد 3 شهور فقط من توليه للمنصب للقيام بالأعمال، وتم تكليف الدكتور محمد حسين ده عميد كلية اللغة العربية في القاهرة علشان يكون قائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر اعتبارا من النهاردة وبصفة مؤقتة. بيأتي ده على خلفية ايه؟ علشان ده كمان رسالة للجميع اللي زي كده الشعب المصري اللي مش راضي يصدق ان الرقابة الإدارية شوية هتشتغل على المديرين شوية هتشتغل على طبقة الموظفين. الرسالة لينا كلنا، كلنا تحت العين، كلنا تحت المجهر، وأي حد بيفتح الدرج وبيستعد للفساد لازم يعرف إنه النهاردة أو بكرة هتطالوا الرقابة الإدارية وهتطالوا الدولة، وإن يعني ربنا بيمنحنا فرص لعلنا نستفيق. الشيوخ كمان عليهم ان هم مش اول ما يجي لهم تليفون علشان يعملوا مداخلات في برامج لازم يتريثوا، لان في زمن الفتنه ليس التسرع بفضيله وليس المخاطبه في اي امر بتسرع، يعني اعتقد انها بتورط صاحبها. علشان كده تعالوا نشوف الرد بتاع الدكتور احمد حسني اللي بناء عليه فضيله الامام الاكبر اقاله و بشكل حاسم علشان الرسالة تصل للجميع. نحن نريد أزهرنا القوي المحافظ عن هوية صحيح الدين. مصر هي دولة هوية الدين. خلونا نسمعه. طبعا بالنسبة لموضوع إسلام بحيري، رجل صاحب برنامج فله التأثير الأكثر بالنسبة للناس العامية الذين لا يريدون الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام، وأن ما كان يقوله في برنامجه طبعا هو فيه ازدراء للأديان وهو يقول غير الحقيقة، لأن عندما يتهجم على فقهاء المذاهب الإسلامية الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، أين هو من هؤلاء يعني الذين وضعوا الأسس والقواعد بالنسبة للفقه الإسلامي؟ يعني عندما يكذب الإمام أبي حنيفة أو عندما يقوم بتكذيب الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل، إلى أي درجة وصل هذا السفه من هذا الرجل؟ ده أنا هذا الكلام لا يمكن أن أقول أنه مرتد، ارتد به عن الإسلام. طيب لو كان يعني الدكتور أحمد حسني سأل نفسه البي بي سي ساعت للقائه في هذا اللقاء ليه؟ لو كان تريث وأعطى نفسه ولم يسلم وجدانه للشيطان كانت المسألة تاخده في ملمح مختلف تماما. طيب ولما قعد كمان يتكلم الحقيقة هو نفسه بعد ما تم إعفائه قال إن هو تسرع وا وا وا، ولكن كان قد حدث ما حدث. لكن هل مطلوب مننا إن احنا نشوف الجزء ده فقط؟ دي تبقى كمان نوع من الفتنة لأنها بتاخدنا برة دايرة المفهومية بشكل كويس. في المقابل بقى هل مقبول إن احنا نشوف إن العقاب اللي وقع على الدكتور حسني يجعلنا نرى أن ما يقدم عليه الآخرون أمر حقيقي وأمر يستحق؟ طيب تعالوا اسمعوا الباحث إسلام البحيري، لأنه ليس بشيخ، هو باحث وهو يقول عن نفسه أنه باحث، والباحث معناه أنه في طريق العلم. حتى نستطيع أن نراه عالما لابد وأن يقر من قبل لجنة أعلى منه كفاءة حتى تقيمه، لا أنا ولا أي حد من يستطيع أن يقيمه، لأن كلنا في الطريق نبحث وبقدر ما نبذل من جهد نستطيع أن نعرف ونطلع على بعض المعلومات، بعض
وليس كل. تعالوا نشوف إسلام البحيري بيتكلم بأي لغة علشان الميزان المختل مصلحتنا فيه نقوي الأزهر ونقف في ظهره، والأزهر ليس أشخاص، والأزهر بيجدد الطبقة داخله وبيقدم النماذج الشابة اللي عندها وعي ومعرفة باللغات وبتعرف تصل إلى المصادر الحقيقية وتعلم بواطن التهديد، واللي لسه لم تعتاد الذهاب لدول البترودولار أو إنها تحضر مؤتمرات وتجمع فلوس والمسألة تاخدها في زهو مختلف. تعالوا نشوف إسلام بحيري قال إيه. إحنا في زمن داعش حقيقة تقتل الناس جميعا، مسلمين، مسيحيين، أجانب، عرب، مجانين، مرتدين، في نظرهم كل الناس خلاص. مين اللي علمهم كده؟ مين اللي سمح لهم بكده؟ الكتب. الكتب اللي مين بقى بيشاور عليها وبيقدسها؟ المؤسسة الرسمية الدينية في مصر اللي هي فعلا ليها سلطة روحية بشكل عالمي، أو إن هي أقدمهم على الإطلاق. اللحظة اللي إحنا فيها دي الأزهر يكاد يكون إدارته الحالية يعني راعي لداعش. طيب أنا هطرح المسألة على أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد. دكتور عبد المنعم، مبدئيا فكرة إنه المؤسسة الدينية هي الأزهر فقط، كم عدد المؤسسات الدينية؟ ما هي النماذج التي تستطيع أن تسمعنا أسماءها للمؤسسات العاملة في الشأن الديني في مصر وليس فقط في العالم العربي والإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكرك، وأنت أجبتي على السؤال كم عدد المؤسسات العاملة في الأمور الدينية في مصر. أنت تعرفين أن الدستور بيّن أن الأزهر هو الجهة الوحيدة المناط لها تفسير الإسلام وتوضيح الإسلام وبيانه للناس. إذن الجهة الرسمية هي الأزهر، ثم الفروع التي تأتي من الأزهر مثل دار الإفتاء، مثل دار الفتوى بالأزهر إلى آخر. طيب إذن الأزهر هو المسؤول. ولكن دكتور، هناك عدد من الجمعيات، كيانات حضرتك سميها، كلها بتعمل في الدين. لما الأستاذ إسلام يقول الأزهر هو المسؤول فقط، هل الأزهر هو المسؤول فقط؟ هنا السؤال يرد عليه هو، على أساس أني إذا كان الأزهر هو المسؤول فقط وبيقول إن الدولة بترعى المؤسسة الرسمية في مصر اللي هي الأزهر اللي هي بتشرف أو هي اللي بتعمل كلام داعش، على حسب نحن بيقول نحن في زمن داعش، مين اللي عملهم كده؟ المؤسسة الرسمية في مصر. تمام. هذا اتهام للدولة أولا بأنها ترعى من يعني يشرف على داعش، وده كلام يحتاج إلى قانون، لأني أنا طالما أتهجمت على الدولة وقلت إن الدولة بترعى مؤسسة رسمية هي اللي بتخرج داعش، يبقى إذن الدولة تحاسب قبل الأزهر. طيب هل يمكن تطبيق القانون على هذا؟ نحن نريد اترك القانون لأهل القانون، إحنا واحد. مدخلنا مختلف هنا بقى على طول فورا. هل يستشعر القائمين على الأقل في على مؤسسات الأزهر، يعني على الجامعة، على على دار الفتوى، على كل المؤسسات التابعة للمشيخة، هل يستشعرون حجم الحرج الذي يتسببون فيه عندما يخرج مثلا زي الدكتور أحمد حسني علشان يعمل لقاء يبقى مبسوط فيه، ما فكرش اللقاء ده الطلب منه ليه ولا يعني، وبسرعة دخلنا في ان احنا بأنفسكم تشكلون أداة ضغط على فضيلة الإمام الأكبر؟ أولا حجم الحرج يسببه الذين يتهمون الأزهر، ده رقم واحد، الذين يتهمون الأزهر وبأنه هو خرج داعش، دول هم اللي سببوا الحرج. لأني لا يمكن البغدادي ليس من خريج داعش، عاصم عبد المجيد. طيب انا سالت جاهز. سؤال في اتجاه اخر. انا هجاوب بس انت عشان ما تعديش الحته دي، الله يبارك فيك. لا ربنا يخليك. انا معنيه باجابات محدده. انا دلوقتي بسال على النموذج بتاع الدكتور احمد حسني. نموذج الدكتور، اولا نموذج الدكتور احمد حسني نموذج واضح جدا، وبين ان اول اعتذار بداوا اعتذار للازهر ولمناهج الازهر، واعترف ان هذا راي شخصي وليس منهج الأزهر. فكان اعتذار الدكتور أحمد حسني أولا للأزهر ولمناهج الأزهر، وهذا هو الذي يجب أن يراعى. فإذا تكلم شخص
وقال أنا المسؤول وليس منهج الأزهر، انتهت المشكلة. لا هي لا تنتهي هكذا يا دكتور. نعم. انت شايف ان انا بحاول اكون موضوعية، لكن آفة هذا الوطن ان ابناء الاحزاب يخرجون علينا ويقولون لا نعبر عن رأي الحزب ولكن رأي شخصي، وهذا لا يحدث في اي دولة. ابناء المؤسسات يقولون انتم بشكل فردي ليس لنا كيان يستحق ان نعبر عنه الا بعد ان حملنا الصفة، صفة المؤسسة أو صفة الحزب. خليني أشكرك دكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وسامحني أنا كنت معنية بالجزئيتين دول. عايز أروح لرئيس تحرير جريدة جورنال مصر الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي. أستاذ إسلام، الميزان مختل، إما أن احنا نقبل بنماذج هي تشكل في حد ذاتها نوع من الضغط أثناء عملية التنقية وتسليم الأزهر لطبقة أزهرية مستنيرة شابة جديدة كما يحدث ورصدناه بالكاميرا في المرصد، في المقابل يعني من هم من الباحثين في الشأن الديني زي الكاتبة الشاعرة فاطمة نعوت أو زي الكاتب الباحث الأستاذ إسلام البحيري بيعتلوا وكأنهم هم لديهم صحيح الدين، والمواطن المصري يرى أن ذلك فتنة بينة. كيف ترى الأمر؟ طيب خليني أشكر حضرتك على جدية الطرح وشعوري بمدى المسؤولية الملقاة على عاتقك وأنت تختارين المفردات وتطرحين الأسئلة بشكل موضوعي ومحدد وموجه بشكل حاسم لنصل إلى إجابات ربما تكون مؤشرات تنير لنا يعني الطريق في وقت الريبة أو وقت الضباب، وقت التداخل ما بين كل عناصر أفراد المجتمع الآن في كل القضايا باعتبارنا جميعا متخصصين في كل الامور وفي كل المسائل، نفتي في كل الامور وبصدر رحب جدا وبقلب مطمئن وكاننا جميعا نملك العلم المطلق في كل الامور. دي رقم واحد. رقم اثنين، اقول ملاحظه وبشكرك على انك فتحت الموضوع مره ثانيه بهذا الشكل وبهذه الطريقه الهادئه والموضوعيه. الوم على اعلامنا، على اعلامنا الذي يبحث عن الفرقعه ويبحث عن الضجيج ويبحث عن الإثارة ويبحث كما أطلقت عليها الفتنة، لأن هناك يمكن يا أستاذ أماني وأنت تعلمين جيدا يمكن أن تطرحي القضية بهذا الشكل الموضوعي المحترم المهني، ويمكن طرحها بأشكال أخرى تمت منذ شهور صحيح. فأخذتنا كلنا لنقع في مستنقع سحيق كلنا نكرهه كلنا نرفضه. خلينا أقول أن المناظرات التي بدأت رغم إجلالي وتقديري الشخصي لدكتور أسامة الأزهري وهو عالم جليل وفاضل، ومن قبله الأخ عبد الله رشدي عندما خرج الاثنان كل واحد في موقعه وخرجوا في مناظرة أمام إسلام البحيري، ليس الإعلام مجال لمناظرات دينية من هذا النوع طبعا. ليس الإعلام مجال لطرح قضايا مذهبية هي شديدة التخصص وشديدة التعقيد. مكانها الحقيقي يا أستاذ أماني هي مجالس العلماء والعلم صحيح. في قاعات وغرف مغلقة أشكرك صحيح. لكي لا نفتن الناس في دينهم، هكذا يمكن أن نفهم هذا الأمر. دي مسألة يعني في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. إذا أردنا أن نناقش أمورا تخص عموم المجتمع المصري في دينهم في أخلاقهم، كيف نسترد أو نستعيد سلوكنا الديني، كيف نستعيد محبتنا وتسامحنا، كيف نطرح الدين باعتباره معول بناء للدولة المصرية، كيف يمكن أن ننزع بالدين وعلومه ومعتقداته وتعليماته وأوامره ونواهيه، كيف ننزع فتيل الأزمة صحيح. من مصر ما صحيح. بين أبناء الدين الواحد وهذه هي المصيبة والكارثة الكبرى. رقم اثنين. رقم ثلاثة وأخيرا، مؤسسة الأزهر لها كل الاحترام ولها كل التقدير، يجب علينا جميعا أن نقف وراءها. حتى من ينتقد الأزهر، اسمح لي فضيلة الإمام أن يكون صدرك رحب لهذا النقد، اسمعه بقلب مفتوح وبوعي وعقل مستنير. من أنت الذي يعني تخرجت أو حصلت على الدراسات العليا والدكتوراه في جامعة السربون من فرنسا صحيح. ليس لدينا من هو أكثر منك استنارة، وعندما يقول لك السيد الرئيس يا مولانا
ويلجأ إليك ويقول لك يا مولانا نريد تجديد خطاب الدين، يا مولانا ليس هذا هو العتب وفي محله ممن يملك وممن يحكم لمن هو أهل للتنوير. هذا هو يعني مربط الفرس زي ما بنقول. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، رئيس تحرير جريدة جورنال مصر إسلام عفيفي. والحقيقة لو يعني أذن لي يعني أساتذة الأزهر، أرجوكم ما تفرحوش باتصال وببرنامج، وياريت زمايلي يستشعروا خطورة الحديث في العقيدة. عندما نتحدث عن العقائد انتبهوا جيدا، الطريق كله ملغم ومليء بالأفخاخ، ونحن لسنا أهلا للحديث عن العقائد. وعندما نتحدث عن الأديان فنحن نتحدث عن الميثاق الاجتماعي بمفهوم ومسطرة مكارم الأخلاق، ودي اللغة اللي تحدث بها فضيلة الإمام في حضور البابا فرانسيس، ودي اللغة اللي البابا فرانسيس تحدث بها، ودي اللغة اللي البابا فرانسيس تحدث بها في الكاتدرائية، ودي اللغة المشتركة بين خلق الله من البشر. العقائد كلها أمور تستحق مجالس العلماء المغلقة وليس شاشات الفضائيات. دورنا إيه كظهير عندما نشاهد هذه الأمور؟ بالريموت غير، اغلق التلفزيون، لأن اعرف أن أنت بنفسك بمشاهدتك تتحمل وزر وتفسح مجال في قلبك للفتنة. بعد الفاصل عايزين نشوف هو الرئيس في جولته الخليجية إيه المقصود، هي العين على الغرب ولا العين في الخليج، ولا الدور في الخليج بيمهد لشيء بيتم في الغرب، الملعب في الإقليم كيف يدار استعدادا لوصول ترامب، هل ترامب في جولة خليجية ذات طبيعة خاصة ولا المسألة واخدانا في مساحات أخرى؟ بعد الفاصل.